السلام عليكم اخوات وحبايب متابعين قناه محمد العلامي. طبعا زي ما تعودنا قبل ما نتكلم في اي حاجه عاوزين نصلي على النبي كده عشان ربنا يكرمنا ويكرمكم. ما تنسوش تعلقوا لي عشان ما ندوب في معاوي. النهارده فيديو جديد، فيديو محترم، بيع وشراء كلاب في سوق جومه بسعر كويس. النهارده هنا ايه بارقام التليفون. والله يا جماعه كانت في ناس بتتكلم معايا موضوع البيع والشراء في سوق جمعه. الاسعار كلها بتتقال، كل واحد عاوز يكسب منها. الاسعار بتبقى غاليه او هو بيقول مثلا الكلام غالي، بس ساعه البيع وساعه الشراء او ساعه الشراء بينزل الكلام دوت، ما بقاش فعلا هو الكلام مثلا بنفس السعر. دي حاجه. تاني حاجه، الايام الجايه بتاعت اخر جمعه بتاعت رمضان ديت بيبقى فيها البيع كتير قوي وفيها الشراء كتير قوي، والمكسب كله في الموجود في اليومين دول او في الجمعه ديت. يعني لو واحد قال لك 5000 جنيه والقلب بتاعه ما باعش ب 2000 جنيه، يبقى انت هتشتري منه ب 1700 جنيه 1800 جنيه بقى 2000 جنيه. رغم كده اللي بيبقى البيع شغال قوي والتجار هي اللي بتكسب. دي حاجه. تاني حاجه، قطع الاكسسوارات بتاعت الكلاب مش شغاله عندي على القناه زي ما الناس ما بتطلبها، بس انا مصور فيها كذا فيديو. هتلاقوه الرقم التليفون بتاعه موجودين في ناس في سوق جمعه، واللي انت عاوزه كلمه. عشان ما اطولش عليكم، انا بحب اشكر كل اخت وكل اخت عندي على القناه بيتابعوني ويقولوا الحلو فيها ويقولوا الوحش. ما بزعلش ولا ما حد حاجه وحشه، شيء بيفرحني برضك زي ما اتعودنا. وانت ما تخش على القناه ما تنساش تشترك لي فيها. لو عجبك الفيديو علامة لايك واشتراك، فعل زر الجرس يوصلك كل جديد. يا رب الفيديو يعجبكم ونكمل مع بعضنا ونشوف الدنيا فيها ايه. ده عمرها قد ايه؟ 3 شهور. واخد تتماته وحاجته؟ الدفتر بتاعه موجود؟ واخد تتماته وحاجته علامة ها؟ ده عامل كام؟ 3000. فايد ولا في كلام تاني؟ كام رقم التليفون؟ رقم التليفون. حبيبي علامة. ده عمره قد ايه؟ 8 شهور. واخد تتماته وحاجته؟ واخد تتماته وحاجته؟ دفتر موجود؟ نعم. ده عامل كام؟ 18. فايد ولا في كلام تاني؟ كام رقم التليفون؟ مفيش رقم. ده عمره قد ايه؟ 9 شهور. واخد تطعيماته وحاجته؟ كل حاجه. الدفتر بتاعه موجود؟ دفتره موجود يا عالمي؟ دفتره موجود بس مش معايا اللي هو حاجه. ده عامل كام؟ ده عامل 5 5. 5 5. كام رقم التليفون؟ 011 011 3 2 3 10 10 5 8 6 6. المكان فين؟ معصرة. حبيبي يا عالمي. ده عمره قد ايه؟ 5 شهور. واخد تقاماته وحاجته؟ دفتر موجود؟ موجود. عامل كام؟ عامل 5 5000. فايد ولا في كلام تاني؟ كم رقم التليفون؟ 03 وحايد 568 568 3 8 0 11 03 وحايد 5 5 3 8 4 2 3 1. حبيبي يا عالمي. ده عمرها قد ايه؟ 2 ونص. غلبك كام مرة؟ غلبك كام مرة؟ مرتين. ورا تعتمدها وحاجتها؟ بتاع عامة ليها دفتر؟ عارف الدفتر ده يعني ليها تعتمد بس من الدفتر، صح كده؟ ده عاملة كام؟ عاملة 3000. 3000. فايد ولا في كلام تاني؟ فايد ولا في كلام تاني؟ فايد. كم رقم التليفون؟ 011 20 20 16 81. المكان فين؟ بدرشين. بدرشين. حبيبي احسن ناس.
حبيبي عالمي عمره قد ايه؟ تعرفش عمره قد ايه؟ حبيبي عالمي ده عمرها قد ايه؟ 9 شهور ولدها تعمتها وحاجتها متطعمه ليها دفتر الدفتر بتاعها موجود متطعمه ده عامله كام؟ عامله 1.5 يعني 1.5 فايده ولا في كلام تاني؟ فايده ولا في كلام تاني؟ طيب كم رقم التليفون؟ رقم التليفون يا حنوسه رقم التليفون 011 58 71 71 54 85 85 ده الدفتر بتاعها تعيينات كلها حبيبي يا عالمي خلاص هتروح اسكي وخلاص خلاص ده عمرها قد ايه؟ شهرين عندها 4 شهور دي بتبقى دبوبه اه دي انتهى صح؟ 11 بكر؟ اه واخد تطعيمات وحاجته ولا؟ اه الدفتر بتاعه موجود؟ موجود بس عفواك ده عامل كام؟ عامل 1000 1000 جنيه فايده ولا في كلام تاني؟ كم رقم التليفون؟ قول 011 011 57 57 24 24 73 73 96 96 كلم من بابا حبيبي يا عالمي ده عمره قد ايه الدكر ده؟ عمره قد ايه؟ سنة واخد تطعيماته وحقه؟ الدفتر بتاعه موجود؟ موجود موجود ده عامل كام؟ ايه؟ عامل كام؟ 1000 جنيه 1000 جنيه فايدة ولا؟ فايدة كم رقم التليفون؟ 011 20 95 042 042 ده كان فين؟ حلوان حلوان حبيبي لا لا قلت خلاص بس غلط ده عمره قد ايه؟ 6 شهور داخل في 7 واخد تطعيماته وحقه الدفتر بتاعه موجود يعني ليه دفتر صح كده ده عامل كام؟ 6.5 فايده ولا في كلام تاني؟ اخر 6.5 كم رقم التليفون؟ رقم التليفون 011 45 011 45 70 96 المكان فين؟ السيدة عيشة ولا عين شمس؟ عين شمس حبيبي يا عالمي اقعد يلا اقعد يلا اقعد يلا تحت ده عمره قد ايه؟ سنة ونص اتجوز قبل كده؟ واخد تطعيماته وحقه؟ واخد تطعيماته ليه دفتر ولا؟ واخد تطعيمات ليه دفتر؟ لا ما عملش أي حاجة ده عامل كام؟ 1000 ونص كم رقم التليفون؟ أنا عايز حبيبي عالمي حبيبي